وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل يقول: بعض الشباب يقول اللغة الإنجليزية لغة الكفار ولا تنفع. هي صح لغة الكفار لكنها تنفع في الدعوة إلى الله. نحن معنا في المجموعة من يجيد الإنجليزية والفرنسية ويجابون بذلك. ويقول عمر: من علم لغة قوم أمن مكرهم. وزيد بن ثابت: النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يتعلم اللغة السريانية فتعلمها في أسبوعين. إنما المنهي عنه الإنسان يتكلم بها في غير منفعة، يعني يقول بونجور بونسوار إلى غير ذلك، لكن إذا تكلم بها فيما ينفع في الدعوة إلى الله وغير ذلك فلا مانع، فلا مانع أبدا، بل هو يندب إلى ذلك إذا احتيج إليه في تعلم اللغة للدعوة إلى الله عز وجل عن طريقها. أما المنهي عنه هو الإنسان يتشدق بها فيما لا ينفع ولا يفيد، والله أعلم.